بالنسبة كيف يتم تدبر كتاب الله عز وجل؟ بالنسبة تدبر كتاب الله عز وجل. نعم. وكيف وما هي الأسباب التي تعين على التدبر؟ تدبر القرآن معناه أن الإنسان يفكر في معناه، فيردد ما يكون في ذهنه من المعاني حتى يصل إلى النتيجة. وسببه سهل، القرآن الآن بين يديك مفتوح، اقرأ آية أو آيتين، تأمل وش معناهما، ما المراد بهما، لماذا ذكر الله ذلك، حسب علمه. فإن لم تعلم شيئا فاسأل العلماء، أو راجع كتب التفسير الموثوقة. الآن لو أن شخصا أعطي كتاب حساب وطولب بفهمه، أليس يردد عبارات الكتاب ولا لا؟ نعم يرددها ليفهمها، فإذا لم يفهم رجع إلى أهل العلم بذلك. نعم.